السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. في البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا لأن رأيكم يهمني. أعجبني كثير ستايل أيقونة الجمال الإيطالي مونيكا بيوروتشي، ومعروف ستايلها بقصة الرقبة الكبيرة وأكثر الأحيان تكون دائرية والفساتين الضيقة وأغلبها يكون دانتيل، لدرجة أن ماركة دولتشي أند جابانا نزل قبل كم سنة مجموعة من الفساتين على ستايلها وعرضتها بنفسها. وأخيرا لقيت مجلة بوردة الألمانية منزلين فستان وكاتبين أنه ستايل مونيكا بيوروتشي، وقصة الرقبة الواسعة صارت موضة بالفساتين هذه الأيام. وهذا شكل الفستان بموقع بوردة. قبل طباعة الباترون لازم نطبع ورقة واحدة فقط وهي اللي فيها هذا المربع. إذا طلعت مساحة المربع 10 سنتي في 10 سنتي أو 4 إنش في 4 إنش فإنه صح عليكم الطباعة، وكملوا طباعة باقي الباترون. واحتاج سحاب طوله 50 سنتي وخيوط مناسبة وقماش استريتش يكون مترين أو مترين ونص، ومقاسات مجلة بوردة تعتبر أوروبية يعني 32 36 38 40 وهكذا، وهذه مقاسات بوردة راح أنزلها لكم في صندوق الوصف. وبعد لصق الباترون يقص على المقاس المناسب. يقلب القماش ويوضع الباترون عليه ويكون على قماش مثني يعني طبقتين. هنا بعد ما قصيت القماش وخليت 1.5 حوالين الباترون للخياطة، والباترون مرقم حتى يسهل علينا القص ومعرفة الأجزاء.
هذا الصدر ويتكون من بنس، بعد ما أخيطه أركب الأجناب الاثنين، ثم أركب الحزام اللي يتكون من قطعتين. وهذا الظهر في المنتصف راح أركب سحاب، وعند الرقبة فوق بينس اثنين. بعد ما تخيط يركب الجنبين الاثنين والحزام المكون من أربع قطع. راح أركب الصدر مع الظهر وأخيطهم مع الجنب بحيث يكون وجهين الصاح مقابلين البعض. وأخيط بطانة الرقبة الأمامية والخلفية.
تتكون تنورة الفستان الأمامية من 3 قطع وتنورة الفستان الخلفية من 4 قطع، يتخيط مع بعض وبعدها نركبها على الصدر. وهنا بعد ما انتهيت من خياطة الفستان وتركيب الأكمام والسحاب المخفي، باقي أثني الكمام مرتين وخيطة وأسفل الفستان مرتين وخيطة. شكرا لكم حبايبي على المشاهدة، واتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.